لقد استخدمت الكثير من الطابعات، من طابعات ليزر وطابعات حبر، لكن الكثير منها مكلفة وغير عملية، إلى أن استخدمت طابعات ذات الحبر المستمر أو ما تسمى بطابعات التانك، التي جعلتني أعشق الطباعة. وهذه الطابعات ببساطة تحتوي على تانكي يعبأ يدويا، يحتوي على 4 ألوان في الغالب، هي الأسود والأحمر والأصفر والأزرق، وبعض الطابعات تصل إلى 6 ألوان. ويوجد العديد من الشركات التي تصنع مثل هذه الطابعات، مثل إبسون وإتش بي وكانون. ولقد قمت بشراء طابعتين من شركة إبسون بإصدارات مختلفة، ولازالت تعمل مع مضي العديد من السنوات. ومن أهم مميزات طابعات التانك، تكلفة الطباعة والحبر منخفضة للغاية، ففي التعبئة الواحدة تطبع أكثر من 5000 ورقة حتى انتهاء الحبر. أما في عيوبها فسرعتها بطيئة مقارنة بطابعات الليزر، وأيضا تتأثر بالماء، فقطرة ماء واحدة تجعل الحبر يسيل من الورقة. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.